بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم أعزائي طلبة الصف الثالث الإحيائي في مدارس المهوبين في العراق. تكلمنا معكم في المحاضرة السابقة عن الليكتشر ان سيلسي تركشر اند فانكشن، وبدأنا في أولى عضيات بالنسبة للخلايا حقيقية النواة اللي هي اليوكاريوتيك سيل أورجانلز، عضيات الخلايا حقيقية النواة. بدأنا بالنيوكليوس اند رايبوسوم، وتكلمنا عن بالنسبة للستركشر اند فانكشن بالنسبة لهذه العضيات. في هذا الفيديو سوف نتكلم عن الاندوممبرين سيستم، او ما يسمى بالنظام الفجوي، اللي يكون متمثل بالاندوبلازميك ريتيكولوم، الشبكة الاندوبلازمية اللي راح تتميز الى نوعين حسب الوظيفة التي تقوم بها. كذلك عن الجولجي اباراتوس، او يسمى بالجولجي اباراتوس او الجولجي سيستم، نسبة الى العالم الذي اكتشفها او الذي اكتشف هذا التركيب او هذا العضي. كذلك راح نتكلم عن اللايسوسوم اللي هو يسمى الجسيم الحال أو الجسم الحال. أهداف هذه المحاضرة: أول هدف من هذه الأهداف اللي هو وصف الجهاز الفجوي أو الجهاز الغشائي الداخلي بالنسبة للخلية اللي متمثل بالإندوبلازميك ريتيكولوم والكولجي أباراتوس وكذلك اللايسوسوم. وراح نتكلم كيف تختلف هذه العضيات بعضها عن البعض من ناحية كذلك الأهمية. ايضا راح نتكلم عن اهميه الاندوبلازميك ريتيكولوم وكذلك اهميه جهاز كولجي واهميه اللايسوسوم او الجسيم الحاد ومنشأ كل من هذه العضيات. كانترودكشن نقول انه الاندوممبرين سيستم يتالف من او يبدا من النيوكليير انفلوب، يعني يكون امتداده من الغلاف النووي ويكون باتجاه الغشاء البلازمي. إذا يتألف من النيوكليير انفلوب، كذلك ممبرينز اوف اندوبلازميك ريتيكولوم، كولجي ابراتاس، وكذلك سيفرال تايبس اوف فيزيكلز، يعني عدة أنواع مختلفة من الحويصلات، قد تكون إفرازية، قد تكون خازنة، وهكذا. هذا النظام من التراكيب الغشائية ينظم عندي أو يجزء عندي الخلية لأجل أن تقوم يعني بكفاءة عالية، وكذلك من ناحية وجود حدوث التفاعلات الأنزيمية أو حدوث التفاعلات الأيضية في مناطق متخصصة أو تحدده في مناطق متخصصة. إذا تجزئة هذا النظام إلى جهاز كولجي وشبكة أندوبلازمية وحويصلات لأجل أن يكون عمل الخلية بشكل منظم وبشكل كفاءة عالية. نتكلم الآن على أول هذه العضيات اللي هي الإندوبلازميك ريتيكولوم. ما معنى إندوبلازميك؟ يعني داخل السيتوبلازم أو داخل سيتوبلازم الخلية حقيقية النواة. من إيش تتألف هذه الإندوبلازميك ريتيكولوم، أو نرمز لها كاختصار الـ ER؟ تتألف من ممبرينيوس كانالز أو ممبرينيوس شانلز، اللي هي قنوات غشائية أو ما تسمى بالساكيولز، اللي هي عبارة عن أكياس أو حويصلات مفلطحة فلاتين فيزيكلز. هاي طبعا تكون بشكل طبيعي مستمر مع الغلاف النووي مثل ما راح نشوف بالصورة. وتتألف الاندوبلازميك ريتيكولوم من نوعين حسب وجود الرايبوسومات اللي تكلمنا عليها في المحاضرة السابقة، اللي قلنا تتواجد على الشبكة الاندوبلازمية والتي تسمى بالروف اندوبلازميك ريتيكولوم الخشنة، وكذلك السمود اللي تكون without رايبوسوم. إذا نيجي الآن نتكلم عن الروف اندوبلازميك ريتيكولوم، الشبكة الاندوبلازمية الخشنة. خشنة لأنها تحتوي على الرايبوسومات studded with ribosomes على الجانب الغشائي الذي يكون يواجه السيتوبلازم. هذا يعطيها قدرة على تصنيع أو إنتاج البروتينات. إذا المسؤول عن تصنيع وليس خزن تصنيع الرايبوسومات هو الشبكة الإندوبلازمية الخشنة، أو تعتبر مواقع لتصنيع البروتين. نعم، كذلك تحتوي على أنزيمات. هذه الأنزيمات اللي هي موجودة بالروف إندوبلازميك إيش تعمل عندي؟ تضيف سلاسل كربوهيدراتية إلى البروتين، ويشكل عندي ما يعرف بالجلايكوبروتين، بروتينات سكرية تتكون من جزء بروتيني وكذلك جزء سكري. هذا تشارك عندي في عدد من وظائف الخلية. إذا هذا بالنسبة للكلام على الروف إندوبلازميك ريتيكولوم، الشبكة الإندوبلازمية الخشنة. الآن نأتي إلى الإسموث اللي هي الملساء. هاي طبعا من اسم الملساء ممكن يجينا تعليل don't have or doesn't have attached ribosome، لا تمتلك ريبوسومات متصلة بها. الخلايا التي تمتلك وفرة من هذه النوع من الشبكة الاندوبلازمية اللي هي تكون ملساء تعتمد على وظيفة ذلك العضو. فمثلا إذا نشوف بالغدد الجنسية اللي هي الخصاء التستس، هناك عدد كبير أو كميات كبيرة من سموث اندوبلازميك ريتيكولوم تنتج عندي تستوستيرون اللي هو هرمون ستيرويدي، ستيرويد هرمون. كذلك في الكبد عندي يعني تنتشر بشكل كبير السموث اندوبلازميك ريتيكولوم، وتساعد في إزالة سمية الأدوية.
من ضمن هذه الأدوية عند بعض الأشخاص الذين يتناولون الكحول أو الحوامض المسكنة. كذلك عندي بالرغم من الاختلافات الوظيفية ما بين الإندوبلازميك ريتيكيلوم واللي هي من ناحية الروف أند سموث، إلا أن كلاهما يكونان الحويصلات. هذه الحويصلات سوف تحتوي على إما بروتينات من الخشنة، أو تكون دهون أو سكريات بالنسبة للملساء. راح تنتقل هذه الجزيئات إلى مناطق أخرى من الخلية، وبالتحديد إلى جهاز كولجي الذي سنتكلم عنه في الشريحة القادمة. إذا هاي الشريحة توضح عندي الإندوبلازميك ريتيكيلوم من ناحية الخشنة اللي تحتوي على هذه التراكيب الصفراء اللي هي رايبوسوم، ومن ناحية هاي اللي تكون without رايبوسوم بدون هذه التراكيب الصفراء اللي نسميها نحن سموث إندوبلازميك ريتيكيلوم. الروف هاي وظيفته تصنيع البروتين، وكذلك تحتوي على إنزيمات، لكن السموث تصنع عندي أو تنتج عندي الهرمونات اللي هي تكون ذات طبيعة دهنية أو ذات طبيعة ليبيدز اللي هي تكون ليبيدية. نعم، ولكل واحدة وظيفة خاصة بها. طبعا مقارنة أخرى، السموث إندوبلازميك ريتيكيلوم تكون أكثر يعني من ناحية التركيب الأنبوبي، يعني تكون بشكل تراكيب أنبوبي أكثر من الشبكة الإندوبلازمية الخشنة. الكولجي أبارادوس سمي بكولجي أبارادوس نسبة إلى مكتشفه العالم كاميلو كولجي. هذا يتألف من أكداس أو من أكياس، يعني مكونة من 23 يعني كيس منحني بشكل يعني بشكل قليل، أو منحنية بشكل أو نوعا ما تكون منحنية slightly curved flattened saccules، أكياس منحنية من 23 عددها. في الخلايا الحيوانية أحد جوانب هذه الأكياس يسمى بالوجه الداخلي أو يسمى بالوجه الناشئ، هذا يكون باتجاه الشبكة الإندوبلازمية، والوجه الآخر يكون يسمى بالوجه الخارجي أو الوجه الناقل اللي راح ينقل لي المواد إما إلى خارج الخلية أو إلى مواقع أخرى في السيتوبلازم ضمن نفس الخلية. إذا هذا يكون باتجاه الغشاء البلازمي اللي هو الوجه الخارجي، والوجه الداخلي من اسمه الوجه الداخلي يكون باتجاه الشبكة الإندوبلازمية. إذا يتألف من وجهين، الإنر فيس اللي هو جهاز كولجي والأوتر فيس. مثل ما ذكرنا جهاز كولجي والجهاز كولجي وبالنسبة للشبكة الإندوبلازمية قلنا إيش يكونون؟ يكونون عندي حويصلات. هذه الحويصلات إما تكون مليئة بالبروتين اللي هي جاية من جاي هاي مواد بروتينية من الشبكة الإندوبلازمية الخشنة، هاي مثل ما نشوف تتبرع من الروف إندوبلازميك ريتيكيلوم. والليبيد فيلد فيزيكالز، حويصلات المليئة بالليبيدات تتبرع من السموذ إندوبلازميك ريتيكيلوم، هذه راح تستقبل عن طريق جهاز كولجي ويصب في الإنر فيس في الوجه الداخلي. وبعد ذلك هذا ايش راح يصير بيها؟ راح تتحور عن طريق جهاز كولجي وتتغير وتتحرك الى مناطق الخزن اللي هي الصهاريج او الساكيوز. مثال على ذلك قلنا جهاز كولجي يحتوي انزيمات، هاي الانزيمات ايش راح تسوي؟ مثل ما ذكرنا قبل شويه تغير من السلاسل الكربوهيدراتيه المرتبطه بالبروتين في الشبكه الاندوبلازميه الخشنه، وفي بعض الاحيان تحور من السلاسل الكربوهيدراتية التي تسلب كجزيئات تعريفية لتحديد الشكل النهائي للبروتين في الخلية. إذا جهاز كولجي لا يقوم بتصنيع أي مادة من هذه المواد، لا مواد بروتينية وليس ولا مواد دهنية ولا مواد كربوهيدرات، إما وظيفته تعديل واحتوائه على أنزيمات التي تقوم بتحوير هذه السلاسل الكربوهيدراتية. إذا وظيفته فقط موديفايد اللي هو جهاز كولجي. ايضا جهاز كولجي يعمل بالنسبه لي يعني ليس فقط التحوير، انما وظيفه اخرى اللي هي سورت، ترتيب وتحوير الجزيئات وتحزيمها الى حويصلات. هذه الحويصلات سوف تخرج او تنبثق او يعني تطلق عن طريق الاوتر فيس اللي هو الوجه الخارجي، اما ان تطلق الى مواقع معينه ضمن الخليه اعتمادا على اشني على الموليكيولار ادريس اللي هي الجزيئات التعريفيه اللي راح تقوم بنقل هذه الجزيئات إلى مواقع خاصة في الخلية، أو إما إلى أو ممكن إلى خارج الخلية. شوف في بعض هذه أو في بعض الخلايا الحيوانية بعض من هذه الحويصلات راح نسميها نحن باللايسوسوم، إذا قسم منها تكون حويصلات حاوية على مواد، وقسم منها تكون حويصلات حاوية على أنزيمات نسميها باللايسوسوم. إذا منشأ اللايسوسوم هو من جهاز كولجي. حويصلات أخرى بالإضافة إلى اللايسوسوم ممكن أن تعود إلى الشبكة الإندوبلازمية
اللي يا إما تكون خشنة أو الملساء، أو ممكن أن تخرج إلى أو تتصل مع الغشاء البلازمي حيث تندمج معه وتطرح محتوياته عن طريق غشاء الخلية بعملية الإكسوسايتوسيس. إذن المواد التي تنتج عن طريق الشبكة الإندوبلازمية سواء كانت الخشنة من ناحية البروتينات أو الملساء من ناحية المواد الدهنية أو الهرمونات، هذه إما أن إلى داخل الخلية تنتقل إلى مواقع خاصة عن طريق هذه الجزيئات التعريفية أو اللي هي سميناها بالموليكولار أدريس، أو تطرح إلى الخارج الخلية عن طريق الإكسوسايتوسيس عن طريق اندماجها مع الغشاء البلازمي. إذا هذا هو ما يسمى بجهاز كولجي مكون بالسيس فيس أو اللي هو الإنر فيس الوجه المقابل أو باتجاه الشبكة الإندوبلازمية، والترانس فيس الوجه الناقل أو الوجه الخارجي باتجاه الغشاء البلازمي. هذه اللي قلنا عليها من 3 إلى 20 كيس أو حويصلة اللي نحن نسميها بالسيركيولتي، راح ينبثق منها حويصلات. هذه الحويصلات راح تنتقل محملة بالمواد المنتجة إما إلى خارج الخلية بالإكسوسايتوسيس أو إلى داخل الخلية عن طريق تحويرها أو تعديلها. وذكرنا أنه اللايسوسوم ينشأ من جهاز كولجي. اللايسوسوم مثل ما ذكرنا ممبرين باوند فيزيكلز، حويصلات محاطة بغشاء منتجة عن طريق جهاز كولجي. يمتلك طبعا بي اج يعني تقريبا تكاد تكون حامضية، بي اج منخفضة، ويكون خازن للأنزيمات التحلل المائية اللي تكون بحالة غير نشطة. اللايسوسوم يشبه المعدة أو لايك ستومك، يساعد في هضم المواد المأخوذة إلى داخل الخلية كما سنشاهد في الفيجر القادم أو الشكل القادم. كذلك تحطم عند العضيات غير المهمة أو غير الوظيفية، وكذلك قطع السيتوبلازم. إذا وظيفة اللايسوسوم، من اسمه لايسوسوم الجسيم الحال، وظيفته هضم أو تحلل. مثال على بعض الخلايا التي تحتوي على اللايسوسوم اللي هي خلايا الدم البيضاء. هاي طبعا تكون متخصصة لحماية الجسم من الفور انتيتيز اللي هي الكائنات أو المواد الغريبة اللي تدخل إلى الجسم، وكذلك تمتاز الخلايا الدم البيضاء بالابتلاع هذه المسببات المرضية التي تحللها عن طريق اللايسوسوم الذي يوجد داخل خلايا الدم البيضاء. كذلك خلايا الدم البيضاء تمتلك نسبة كبيرة من اللايسوسوم بسبب خاص وظيفتها المتخصصة اللي هي هضم الجسيمات الغريبة وهضم الأجسام الغريبة. طبعا هناك بعض من الديسوردرات اللي هي الاضطرابات تحدث بالنسبة للايسوسوم، نسميها نحن هيومن لايسوسومال ستوريج ديزيز، أمراض خزن اللايسوسومية اللي هي بالإنسان تعود إلى فقدان هذه الأنزيمات. إذا عندما الجسيم الحال يفقد الأنزيمات يؤدي إلى حصول بعض هذه الأمراض، من ضمن هذه الأمراض اللي هو تي ساكس ديزيز. هذا المرض هو عبارة عن فقدان الإنزيم الذي يحلل أو يهضم أو يكسر عندي المواد الدهنية. هذه المواد الدهنية اللي تساعد في عزل الخلايا العصبية وتزيد من عمله أو كفاءتها. فإذا زالت هذه ولم تتحلل عن طريق هذه الأنزيمات مع الجسيمات الحالة، سوف تتراكم وتؤدي إلى عدم أو إلى يعني خمول الخلايا العصبية، وبالتالي موت الخلايا العصبية وعدم فعاليتها أو عدم يعني قيامها بعملها بشكل فعال. الأشخاص الذين سوف يصابون بهذا المرض يظهرون طبيعيين في بداية الولادة، لكن يبدأ الخلل الوظيفي أو الخلل الجهازي اللي هو عبارة عن neurological problems من 4 إلى 6 أشهر من العمر. وكذلك الأطفال يعانون من تخلفات عقلية cerebral degeneration, slow paralysis, blindness اللي هو عمى الألوان، وكذلك فقدان في بعض وظائف الحركة. هذا الجسم الحال اللي في هذه الصورة يوضح أنه يقوم بتحليل ميتوكوندريا تكون وور ميتوكوندريا، يعني ميتوكوندريا غير عاملة أو خاملة أو يعني متحللة. بشكل مختصر نقول أنه مكونات الإندوممبرين سيستم تعمل معا، ونتاجاتها اللي هي من كلا الرف إندوبلازميك ريتيكولوم والسمود تحمل إلى حويصلات ناقلة إلى جهاز كولجي. جهاز كولجي هناك سوف يقوم بتحويرها أو تعديلها أو نقلها عن طريق الغشاء البلازمي إلى الخارج. شوف هذا الشكل يوضح عندي عند دخول المادة الغذائية
سوف تأخذ عن طريق تكوين فجوة غذائية food vacuole. الفجوة الغذائية راح ترتبط أو تتصل مع اللايسوسوم التي سوف يفرز إليها مواد إنزيمية أو جزيئات إنزيمية يعمل على تحللها. فإما أن نواتج الهضم عن طريق اللايسوسوم إنها تبقى إلى داخل الخلية وتستفاد منها الخلية أو تخرج إلى الخارج. كذلك عندي في نفس الوقت الروف إندوبلازميك ريتيكولوم تصنع البروتين ويذهب إلى مواقع الخزن اللي هو جهاز كولجي، وكذلك السموت تصنع الليبيد وتذهب أيضا إلى جهاز كولجي. جهاز كولجي سوف يعمل عليها عملية موديفاي تحوير، وفي التالي يرزمها عن طريق سكرتوري فيزيكالز حويصلات إفرازية اللي ممكن أن تبقى إلى داخل الخلية أو تخرج عن طريق الإكسو سايتوسيز. إذا هذا المبدأ العمل المشترك ما بين اللايسوسوم والإندوبلازميك ريتيكولوم اللي هي الخشنة والملساء وكذلك جهاز كولجي، وكل واحد من هذه العضيات لديه وظيفة خاصة به. الإندوبلازميك ريتيكولوم اللي هي نسميها مختصر الـ ER وظيفتها سينثيسيس تصنيع، لكن وظيفة الستورج والموديفيكيشن الخزن والتحوير وكذلك الباكيجز اللي هي التحزيم أو الترتيب اللي هو مقتصر على جهاز كولجي، ووظيفة الدايجيشن التحلل مقتصر على اللايسو. هناك أنواع مميزة بالنسبة لأسئلة هذه المحاضرة اللي هي define saccules. What is responsible for packages of substances? Give the role or function lysosome. Compare between saccules and vesicles. Draw and label endomembrane system. Give the location protein synthesis. Or give an example steroid hormone. وكذلك أسئلة أخرى متنوعة. هذا كل ما يتعلق في محاضرتنا لهذا اليوم. انتظرونا في محاضراتي اللاحقة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.